أهلا بكم مرة أخرى وشكرا لمتابعتكم إيانا على موقع ديلي فوركس، وإليكم تقرير حركة الأسواق لهذا اليوم. اليورو ضعيف في حين أن الدولار الأمريكي يبدو أقوى قليلا. سقط زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي بقوة ليصل إلى منخفض طويل المدى بالقرب من منطقة 1.1000 المهمة نفسياً. يبدو أن زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني قد فشل مجددا بالاختراق فوق المقاومة عند مستوى 106.73. يبدو زوج جنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي أقل تصاعدا بعد تمركزه تحت المقاومة عند مستوى 1.2140. شكرا لكم، سوف نعود يوم غد مع آخر تحديثات الأسواق.